شحاتقرآن.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ولقد I'm
فيك. وورث سليمان داود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى أن أشكر نعمتك التي
فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فتبسم ضاحكا التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي وجدتها وقومها
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو هو رب العرش هو رب العرش العظيم. Oh.
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر فانظر ماذا يرجعون صلوا على الحبيب قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا إلي كتاب كريم إنه من
الزعيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Don't need.
بل أنتم بهديتكم تفرحون. صدق الله العظيم. شحات قرآن.com